احنا هنا على مود نشارك، على مود نظاهر، على مود نقرر، على مود نطبق. احلى شيء بالستارت اب ويكند انه تتعرف على ناس مثل اهتماماتك وعندهم نفس الاحلام والطموح، ومو بس هذا، تصير تبادل خبرات وتبادل اهتمامات بحيث يخلي الفكره تنمو من صدق وتبدا المشروع اللي تحلم به طول عمرك. السبب في قيام الشركة بذلك لأنها تعتمد أساساً على شريحة الشباب باعتبارهم يمثلون جزء كبير من الكادر الوظيفي في الشركة. نحن نؤمن بالشباب. خلال الويكند، خلال عطلة نهاية الأسبوع، يشتغلون الشباب والشابات خلال 54 ساعة من العمل المتواصل كفرق، يسوون مالتهم المشاريع، يستخدمون الديزاينرز والمطورين والمبرمجين والماركتينج والسوشيال ميديا، يستخدموها لإنشاء هاي شركتهم الخاصة ومشروعهم الناجح. الشباب بحاجة إلى تطوير أكثر، بحاجة إلى مثل هذه المشاريع حتى يستطيع أن ينتقل بالفكرة، تنتقل من الفكرة إلى المشروع. كل تيم كان عندهم 5 دقائق ينطون بها فكرتهم، الفكرة كانت كلها جيدة. طريقة التحكيم كانت أنه إحنا نسأل أسئلة محددة على بعض الأمور البروجكت. طبعاً أكو في بعض الناس جابوا جواب مقنع يتضح أنهم فاهمين المشروع ودارسين من كل الدراسات، بعض الآخر يعني احتمال مثلاً ما كانوا مفكروا بهالشغلة وهاي الشغلة، طبعاً استفادوا من هالشي. فأنا أقول أوفرول أنه الناس يعني قدروا يستفادون وقدروا يعرفون. جائزة الأولى قمناها إلى ملزمتي.